السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في تصحيح 8 صفحة رقم 102 من كتاب واحد العلوم الفيزيائية للسنة الثانية إعدادي. التمرين الأول ولا السؤال الأول، اشرح لماذا تكون أعماق البحار مظلمة. بطبيعة الحال هذه الأسئلة غادي نبحثوا عليهم في الانترنت، يعني نديروا جوجل وغادي نبحثوا على هذه الأسئلة وغادي نلقاو يعني انطلاقا من المعلومات اللي شفنا في الدرس وانطلاقا من المعلومات الموجودة في الانترنت. إذا علاش كتكون أعماق البحار مظلمة؟ لأن أولا أعماق البحار فهي عميقة جدا، والضوء عندما يدخل إلى البحر يعني إلى ماء البحر فإنه يتعرض للامتصاص، لأن الماء يمتص جزءا من الضوء، كذلك يتعرض للانكسار في الماء. ثم أن البحر عندما يكون عميقا كتكون فيه بعض الكائنات، وذلك الكائنات هي تمنع مرور الضوء، كتكون معتمة وتمنع مرور الضوء، وبالتالي فعمق البحر كلما ازداد العمق كلما كان أكثر ظلمة. كجواب على هذا السؤال، تكون أعماق البحار مظلمة بسبب امتصاص جزء من الضوء من جزيئات الماء، ومع تزايد عمق البحر يزداد امتصاص الضوء ويصبح أقل وضوحا، بالإضافة لوجود الكثير من الأجسام العائمة والطحالب التي تعوق مرور الضوء، مما يجعل أعماق البحار أكثر ظلمة. السؤال الثاني، ما مدى السنة الضوئية؟ السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة، وهذه المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة هي بطبيعة الحال كبيرة جدا، لأن سرعة الضوء هي كبيرة جدا، وبالتالي هي الوحدة التي تعتمد في قياس المسافات في الفضاء، يعني باش يشوفوا المسافات بين كوكب وكوكب آخر، ولا بين نجم ونجم، ولا بين المجرات، كيستعملوا السنة الضوئية لأنها هي وحدة مناسبة، ما يمكنش نستعملوا كيلومتر لأنها غادي تعطينا أرقام اللي هي خيالية جدا. السنة الضوئية هي وحدة تستخدم في علم الفلك لقياس المسافات، وهي المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ خلال سنة واحدة، وتقدر بحوالي 9.46 تريليون كيلومتر. كتلاحظوا بأن إلا بغينا نستعملوا كيلومتر هي 9.46 تريليون. شنو معنى تريليون؟ هي 12 ديال الأصفار من بعد يعني هاد 9، وبالتالي هي 1000 مليار، إذا هي كبيرة جدا. إذا واحد آني ليمينو اللي هي سنة ضوئية كتساوي لنا، كيفاش كنحسبوها؟ هي 365، لان كل سنه فيها 365 يوم، في 24 لان كل يوم في 24 ساعه، في 60 لان كل ساعه فيها 60 دقيقه، في 60 اخرى لان كل دقيقه فيها 60 ثانيه. اذا هادشي باش نحولوا السنه الى ثواني، لان السرعه ديال الضوء كاينه بالكيلومتر على الثانيه، اذا هي في 300,000 كيلومتر على الثانيه، باش يمكن لينا نعرفوا شحال هي المسافه اللي كيقطعها الضوء خلال سنه. اذا هي 9.46 في 10^12 كيلومتر، وهذا 10^12 كيلومتر هي تريليون كيلومتر. ثالثا، لماذا يبدو لنا ان للقمر وللشمس الابعاد نفسها في السماء؟ اذا علاش كيبانوا كانهم يعني عندهم نفس الحجم؟ لماذا؟ لان الشمس بعيده جدا والقمر هو اقرب من الشمس. بطبيعة الحال القمر هو صغير جدا مقارنة مع الشمس، لكن يبدوان بنفس الحجم، لأن كلما ابتعدت عنا الأشياء كلما ظهرت بحجم صغير جدا. هذا بالنسبة لزاوية الرؤية، كلما ابتعد الجسم إذا كيبدأ كيبان وكأنه صغير يعني مقارنة مع حجمه الحقيقي. ثالثا، على الرغم من أن الشمس أكبر بكثير من القمر، إلا أنهما يبدوان لنا بنفس الحجم في السماء، لأن الشمس أبعد بكثير من القمر، حيث كلما ابتعدت الأجسام عن العين كلما ظهرت بحجم أصغر من حجمها الحقيقي. رابعا، ابحث عن توظيف ظاهرة الظل لمعرفة الوقت. إذا شحال هذه قبل اختراع الساعة، لأن الساعة تم اختراعها حديثا يعني في القرون الماضية، في القدم كان الإنسان كيعتمد على الشمس وعلى الظلال من أجل يعني معرفة الوقت، معرفة كم يعني الوقت من النهار، يعني واش الصباح ولا المساء، واش الظهر واش العصر، ويعني واش الفجر إلى غير ذلك، وبالتالي كيتمكن من تحديد الوقت عن طريق الظلال. كيف يتم ذلك؟ استخدم القدماء الظل لتحديد الوقت من خلال ظاهرة الظلال الشمسية، الساعة الشمسية أو المزولة، إذا المزولة أو الساعة الشمسية، وذلك في النهار بوضع عصا بشكل عمودي في الأرض، حيث يكون الظل أقصر طولا في وقت الظاهرة بالمقارنة مع طول الظل في الصباح أو المساء. واستنادا على طول الظل والزاوية التي يصنعها مع ظل الظاهرة، يمكن تقدير الوقت بشكل نسبي. إذا حتى الوقت كيديروه بشكل نسبي باش يمكن يعرفوا يعني في أي مرحلة من النهار هم يوجدون. السؤال الخامس، اقترح طريقة تمكنك من معرفة طول صومعة مسجد، علما أنك لا تتوفر إلا على مسطرة مدرجة. إذا مش يمكن يعرفوا، يمكن مثلا داك الشخص اللي بغي يعرف طول صومعة المسجد يبتعد عن المسجد بواحد المسافة، ثم يضع أمام عينه المسطرة حتى يغطي تلك الصومعة، حتى
أن المسطرة تكون بنفس الطول ديال السمعة بالنسبة للعين، يعني عندما يرى بأن طول المسطرة كيساوي طول السمعة، وعند ذلك يعني يحسب المسافات، يحسب طول المسطرة ويحسب يعني المسافة بينه وبين السمعة وبين العين وبين المسطرة، وبالتالي سوف يمكنه من تحديد طول السمعة بعلاقة رياضية. إذا عن طريق حساب القطر الظاهري، إذا هنا شنو غادي يدير؟ غادي يوضع العين ديالو أمامها المسطرة حتى تغطي المسطرة تلك السمعة. نعتبر بأن هذه السمعة طولها L1 هو اللي بغينا نعرفه، و L2 هو طول المسطرة مثلا 20 سنتيمتر. ثم لدينا المسافة بين العين والمسطرة، غادي نحسبها بطبيعة الحال، ثم يحسب المسافة بين العين والسمعة، ثم غادي يدير يعني هاد العلاقة. إذا نعتبر L1 هو طول سمعة المسجد، و L2 هو طول المسطرة، و D1 هي المسافة بين العين والسمعة، و D2 هي المسافة بين العين والمسطرة. وبالتالي غادي نطبق هاد العلاقة، L1 على D1 كتساوي L2 على D2، أي أن L1 هي الطول ديال السمعة، بغينا نعرفو هاد L1 هي L2 على D2 في D1، أي أن L1 تساوي D1 في L2 على D2. إذا هذه العملية ولا العلاقة اللي من خلالها يمكن أنه يحسب طول السمعة. سادسا، الدلال الممثلة في الشكل أسفل هي دل صومعة في اللحظة نفسها من اليوم. إذا هنا عندنا الدلال، هنا لدينا الشكل الأول والثاني والثالث والرابع، هنا لدينا الشمس كتكون في هذا المكان، وبالتالي كتعطينا دل الصومعة هو هذا الدل هذا، هنا غادي تكون في هذا المكان كتعطينا الدل اللي هو أكبر، ثم هذا الدل في الحالة الثالثة وهذه في الحالة الرابعة. إذا هذه الفصول الأربعة في نفس الوقت من اليوم، مثلا في الواحدة زوالا ناخذ يعني صور ديال هاد يعني الدلال. بالنسبة لكل فصل من فصول أربعة للسنة، حدد معلن جوابك الصورة المطابقة لكل فصل، يعني فين كاين الصيف وفين كاين الربيع وفين كاين الشتاء وفين كاين فصل الخريف، ده حسب يعني الموضع ديال الظل وموضع الشمس. إذا بطبيعة الحال يتغير طول الظل باختلاف الفصول، وذلك لأن ميل محور الأرض يختلف حسب الفصول. إذا محور الأرض كيكون يعني يمر من مركزها ويمر من القطبين، وهذا المحور ديال الأرض يكون مائلا باتجاه إما الشمس ولا العكس ديال الشمس حسب الفصول. ففي فصل الصيف يكون محور الأرض مائلا باتجاه الشمس، فتتكون ظلال قصيرة نسبيا خلال النهار، يعني وكأن الأرض ولا اليابسة كتكون باتجاه الشمس، وبالتالي كتكون أقرب إلى الشمس، ومن هنا يعني تتكون ظلالا قصيرة. إذن أقصر ظلال هي اللي كتكون في فصل الصيف. أما في فصل الشتاء فيكون محور الأرض مائلا بعيدا عن الشمس، ولذلك تتكون ظلال قصيرة مقارنة بظلال الصيف. إذن في الشتاء كيكون العكس، وفي الرابع والخريف كيكون بينهما، وبالتالي الصورة المطابقة لكل فصل هي الصورة الأولى من اليمين هي لفصل الربيع، والثانية للشتاء، والثالثة للخريف، والرابعة للصيف. ثم يعني قلنا أن أطول يعني ظل هو اللي غادي يكون في فصل الشتاء، إذا هذه فصل الشتاء. أقصر ظل هو اللي غادي يكون في فصل الصيف، إذا الرابعة هي فصل الصيف. وهذا غادي يكون فصل الربيع، في هذا الطول، وهذا فصل الخريف قريب يعني فصل الربيع تقريبا. إذا كان هذا تصحيح تمارين الصفحة رقم 102، نتمنى أن يكون مفهوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.